فنون درامية وركحي الرقاصين في إطار تجربة الإخراج، التجربة الأولى في الإخراج. العمل فيه زوز ممثلين، دور حكيتوا على مخترع اسمه فرانكنشتاين، والمخلوق اللي كونه، ولا الفكرة اللي صنعها، اللي باش تحكي معاه تتحاور معاه، وباش يكون ثم صراع في المسرحية، صراع ثنائي بين السيد والعبد، صراع بين العاطفة والعقل. دونك نشوفوا صراع هذيك الثنائية، وفي الآخر اللي باش نكتشفوا نتيجة ما نشوفش نقولكم عليها إلا ما تجوا تفرجوا معنا في بيت المسرحية. أنت مفاجأة سعيدة أيها الكائن الأسطوري. كلا، أنت كنت في عقلي فكرة حية، معادلة جامعة، كينونة خالدة، صورة كاملة. عرض ما بعد فرانكنشتاين هو عرض مختبر المسرح، مختبر الإخراج المسرحي بمركز فنون درامية. صنع عملنا بيل دوفر، معناها قدموا مجموعة من الشباب أعمالهم، تم القبول على العمل هذايا اللي هو من نصلي دكتور غوث زرقي، إخراج المخرج الشاب أحمد نصرلي. هي عادة إن شاء الله ناويين باش نرسخوها، أنه مركز الفنون الدرامية والركحي القصري كل عام يفتح الباب المخرج المخرجين شبان باش يخوض تجربته الأولى في الإخراج. تم الاتفاق معناها بين المخرج والكاتب والممثلين صالح ظاهري ورياض مساوي على القيام بالتجربة هذه. بطبيعة مركز فنون درامية سخر كل إمكانياته اللوجستية معناها والبشرية من أجل إنجاح هذا المشروع اللي اليوم معناها نشوفوا العرض الأول. إن شاء الله ينال إعجاب المتابعين، وإن شاء الله الجاي خير إن شاء الله.